المثل الصيني اللي بيقول لا تعطيني سمكة لكن علمني كيف أصطادها. الحياة حياة كريمة مش بس بتوفر مسكن آدمي ولا دعم نقدي ولا توفير سلع غذائية بتخفيضات كبيرة بس، لكنها كمان بتعزز تنمية سلوك الارتقاء بالفرد وتحويله من مستهلك إلى منتج قادر على أنه يكون رقم في معادلة النمو والتنمية المستدامة. مش بس مؤسسات الدولة الرسمية كمان اللي بتسعى إلى تنمية الفرد والمجتمع، لكن كمان منظمات ومؤسسات المجتمع المدني اللي الحقيقة ليها دور كبير قوي في ده، وده شفناه بوضوح من خلال تحركات التحالف الوطني للعمل الأهلي اللي كنا لسه بنتكلم فيه من شوية. كمان حصل ده بالتعاون مع وزارة التضامن ومنظمات المجتمع المدني، ممثلة في مؤسسة المصري للتنمية والتعليم لتدريب الأسر الأكثر احتياجا على تحقيق التمكين الاقتصادي عن طريق اكسابهم حرف لتوفير حياة كريمة ليهم. احنا هاتفيا بتنضم الينا استاذة سهير عوض، عضو مجلس الامناء بمؤسسة المصري للتنمية والتعليم. برحب بحضرتك، وفي البداية عاوزة اعرف مين شركاء فكرة التمكين الاقتصادي للاسر الاكثر احتياجا. والله الشركاء طبعا وزارة التضامن متمثلة في الدكتورة نيفين قباش، وطبعا تحيا مصر، وفي جمعيات أخرى موجودة. إحنا كمصري كمؤسسة المصري اشتغلنا في التمكين الاقتصادي، وده الحقيقة من الأهداف الرئيسية بالنسبة للمجالات اللي إحنا متخصصين فيها. وزي ما حضرتك قلتي، أعطيني صنارة لكن ما تدينيش السمك. إحنا كنا عاملين هناك حوالي 8 ورش كلهم أساسيين، وكلهم الحياة خدموا أكتر من 27 في القرية اللي موجودة، طبعا قرية سيدي عبد الرحمن، وهي منها طالع حوالي 27-28 نجح. الناس إيه هناك آليات تنفيذ الفكرة؟ الآليات إن إحنا الحياة في مبنى هناك كبير وزارة التضامن عاملاه، وأول حاجة فكرت فيها إن هي إزاي تحتوي الناس اللي موجودة كلها اللي هناك، وإزاي نبدأ نعمل تمكين اقتصادي. فابتدوا يتكلموا معانا، وابتدينا نتكلم معاهم ونعمل اجتماعات وجلسات وحاجات كده، وقعدنا مع الناس هناك. ومن خلال اللي احنا الاحتياج والحصر اللي اتعمل، تم عمل الثمان ورش دول، او يعني 9 ورش، وفي كمان حاجه جديده هنضمها ليها. وبناء على الاحتياج هو ده اللي احنا عملنا طبعا مصنع مكن ملابس خياطه كبير هناك. كل الست اتعلمت ازاي، كان في مدربين متخصصين في المجال دوت، وكان في سيدات عندهم المبادئ. الحقيقه لما اخذوا الكورس الكامل والشغل والتدريب اتغيرت خالص فكرتهم، وانتجوا بالفعل. ويمكن سيد رئيس الوزراء راح وشاف بنفسه الكلام ده. الكورس كامل والتدريب كان مجاني؟ لا، ما فيش حاجه بفلوس. احنا بس كنا بنقابل الناس يعني بنقعد معاهم الاول عشان نشوف ميولهم رايحه لفين. يعني ما اخدش حد ادربه حاجه هو اصلا مش حاببها. تمام. فده كان مهم جدا، ان احنا كان عندنا استماره الحقيقه لوزاره التضامن عاملينها مع بعض في ان ازاي نختار الناس في الفئات اللي هي فعلا لما هنقدم لهم الخدمه هيستفيدوا منها وياخدوا ادواتهم وحاجاتهم ويطلعوا على طول يشتغلوا. كل التوفيق الحقيقة لهذه المبادرة الكريمة في حياة كريمة وتمكين الاقتصادي للأسر المصرية في الكفور والنجوع وكل المحافظات، نتمنى تطبيق هذه الفكرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة سهير عوض، عضو مجلس الأمناء بمؤسسة المصري للتنمية والتعليم.